هذه مصلحه قدام الجميع. المتهمين اما بالنيابه التي اسقطت في حق 45 شخص منهم امرين. هذا الجدول يوضح احصائيات جريمه القانون العام. اولا فيما يتعلق بالجنايات والجنح ذات الشيء العمومي حلينا 24 قضية. فيما يتعلق بالمدرعات قضايا 11. الجنايات والجنح ضد الأفراد حلينا مجموع 47 قضية، 52 بالغ ذكر، 3 أنثى متوفرين بمجموع 53، مجموع 59. بالنسبة للأسرة والأدب العامة حلينا 3 قضايا. جريمة المخدرات حلينا 23 قضية، متورطين 39 شخص. بالنسبة للجنح ذات الأموال والممتلكات 35، 70 50 شخص. بالنسبة للمجموع حلينا 132 قضية. بالنسبة للأشخاص الموقوفين البالغين ذكر 150، بالغين أنثى 10، القصر ذكور 20، القصر أنثى 1، أجانب 2، بمجموع 183 شخص. هذا كذلك يوضح نسبة المئوية للقضايا المسجلة أو المحلة خلال الشهر الكريم. حوالي 36% ضد الأفراد، 27% ضد الممتلكات، 18% ضد الشيء العمومي، 17% تتعلق بقضايا المخدرات، و 2% ضد الأسرة والآداب العامة. أما خلال شهر رمضان لسنة 2017 كنقارنو، سجلت أو حلت 123 قضية متعلقة بالقانون العام. تورط فيها 154 شخص قاموا من النيابة، 13 شخص كانوا محل أمر إيه. من خلال إجراء مقارنة بسيطة بين ما سجل وما حل في خلال شهر رمضان للسنة الماضية ورمضان السنة الجارية 2018، نلاحظ كذلك تراجع نسبة الجريمة، وهذا راجع للمخطط الأمني المسطر من طرف مصالحنا في إطار محاربة الجريمة بالتأمر. ما فكرة برك يتعلق بإحصائيات الجرائم تحت سنة 2017، حلينا 123 قضية. أما فيما يتعلق بالأشخاص المتورطين كلهم 154 قضية. جنايات وجنح ضد الأفراد هي اللي في الأولى 66، تاليها جنايات وجنح ضد الأموال والممتلكات 27، ثم تاليها ضد الشيء العمومي ب 16، ثم جرائم المخدرات ب 13 قضية. يوضح كذلك البيان 54 ضد الأفراد، 22 ضد الممتلكات، 13 ضد الشيء العمومي، 10% المخدرات، 1% ضد الأسرة والآداب العامة. هذا ما تم تسجيله خلال شهر رمضان 2017. هذه مقارنة بالنسبة للقضايا المعالجة خلال رمضان 2017 وعدد المتورط خلال رمضان 2018، نلاحظ بلي كاين 123 قضية منجزة خلال رمضان 2017، 132 قضية أي بزيادة 9 قضايا بخصوص القضايا المنجزة. أما فيما يتعلق بالمتورطين 150 قضية رمضان 2017، 183 خلال رمضان 2018، أي حوالي 31 قضية فارقة. تنظيم عملية الشرطة في هذا الإطار، وهذا بناء على دراسة ميدانية برمجت مصالحنا عملية الشرطة فجائية خلال الشهر الفضيل استهدفت على وجه الخصوص الأماكن التي اشتبه فيها تجمع المجرمين، وكذا تلك التي اشتبه في تجمع أصحاب السوابق أو المعروفين بالسوابق العالية، بحيث بلغت عمليات الشرطة خلال هذا الشهر 2018 60 عملية شرطة
درسنا حالة 1127، تبين 54 منهم في حالة بحث من طرف العدالة، تم تقديمه أمام النيابة حين أمرت بإيداع 22 منهم بالحبس واستفادة 30 من إجراءات الاستدعاء المباشر، كما تم إذا سياق مراقبة أكثر من 317 مركب. جدول خاص بعمليات الشرطة المنجزة خلال الشهر، عن عملية 60 أشخاص محل دراسة 1127، مركبة مراقبة سبقت ذيك 317، عن أشخاص الموقوفين 54 بالغ، المتابعة القضائية 120 أمر إيداع، 17 استدعاء مباشر، إفراج مؤقت 1، تحويل 2، تبليغ 12. أما خلال شهر رمضان 2017 سجلنا كذلك نفس العدد 60 عملية، درسنا حالة 1831، تبين 55 شخص مبحوث عنهم من طرف العدالة، تم تقديمهم أمام النيابة، 16 أمر إيداع، 34 استفادوا من إجراء الاستدعاء المباشر، ومراقبة أكثر من 1603 مركب. نفس الأرقام اللي سبقنا الحديث عنها، 60 1831، 1603، 54 موقوفي، 16 أمر إيداع، 19 استدعاء مباشر، 4 إفراج، 3 تحويل، 2 محل تبليغ، 2 تسريع، 4 تسريع. بالنسبة لمحاربة إجرام المرور، محاربة إجرام المرور سجل المصلحة الملائية الأمن العمومي في حصيلته خلال شهر رمضان 2013 18 حادث مرور نتج عنها وفاة شخص وإصابة 21 شخص بجروح متفاوتة الخطورة. هذه الإحصائيات على المستوى الولائي، بوليس على المستوى المركزي المعكس. أهم الأسباب من خلال معالجة هذه القضايا اللي تقلت من هذه الحوادث عن الاستعمال اليدوي في النقال، التجاوز الخطير، السرعة المفرطة، هذه بالدرجة الأولى، أي عدم احترام قانوني المرور. في حين سجلت تلك المصلحة خلال نفس الفترة من السنة الماضية 15 حادث مرور، وفاة شخص وإصابة 16 شخص بجروح متفاوتة الخطورة. عن حوادث 15 نلاحظوا باللي كان هناك زيادة بثلاث حوادث، أي 18 خلال هذا الشهر. كريم عدد الجرحى 16 رمضان 2018 21، القتلى 1 رمضان 2017 1 رمضان 2018. كإجراء ردعي من طرف مصالحنا الأمن العمومي للحد من هذه الحوادث، سجلنا 621 مخالفة، حيث وقدمت المصلحة خلال شهر رمضان للسنة الجارية على الساحة 288 رخصة سياحة طرد أصحابها في المخالفات توجب ذلك. أما خلال شهر رمضان السنة المنصرمة أحصلت المصلحة على السحب 306 رخصة سياحة، أي العدد متقارب من 288 السنة الماضية 806، نفس التقريب السياق متصل. تم وضع 14 مركبة في المحشر رمضان 2018، بينما تم وضع 9 مركبات خلال شهر رمضان 2017 التي تسبب أصحابها في مخالفات تستوجب كذلك الوضع في المحشر. في حين تم خلال شهر رمضان 2018 حجز 43 دراجة نارية و 56 إلى شهر رمضان من السنة المصري، حيث كان أصحابه يستعملون بدون مبادئ ولا يلتزمون الخوضة، مما قد ينعكس سلبا على سلامتهم، بالإضافة إلى سلوك الصوت الذي يتسبب بإحداث فوضى وإزعاج المواطنين، خاصة في الفترة الليلية. ناهيك عن استعمالهم من طرف بعض المسبوقين القضائيين في السرقة بالخطف. المخالفات 695 رمضان 2017، 621 خلال شهر رمضان 2018. بالنسبة لحالة السحب الفوري اللي يخص سياقة 306 رمضان 2017، 288 خلال شهر رمضان 2018. الوقف في المحشر من مركبة 9 رمضان 2018، 14 رمضان 2018. بالنسبة للوقف في المحشر للدراجات النارية، 56 رمضان 2017، 43 في رمضان 2018. كذلك في إطار محاربة التجارة الشرعية وبهدف القضاء على الأسواق الموازية، قد قررت المصلحة خلال شهر رمضان سنة 2018 بأكثر من 73 عملية،
خاصة بمحاربة الظاهرة تمكنت من ألعبها من حد 932 فاصل 7 كيلوغرام من المواد الاستهلاكية. كانت تعرض في ظروف غير صحية. 21 رمضان 2013 بالنسبة لحجز المواد الاستهلاكية 1423 فاصل 5 كيلوغرام مع 932 فاصل 7 كيلوغرام خلال رمضان 2018. وما يتعلق بالحجز للمواد غير الاستهلاكية 2179 قطعة 1650 قطعة خلال شهر رمضان من سنة 2018. أما في مجال الأمران وحماية البيئة فقد سجلت المصلحة خلال شهر رمضان سنة 2018 8 مخالفات متعلقة بالأمران كما تم تسجيل 19 مخالفة متعلقة بالنظافة والصحة العمومية. أما خلال شهر رمضان 2017 للنظافة والصحة العمومية وهذا جدول يبين مقارنة بمراقبة محلات جميع المؤسسات المنطقية والعمل على محاربة كل أشكال التجارة الفورية بحيث خلال هذا الشهر سطرت هذه المصالح برنامج خاص يشمل مراقبة المحلات المتواجدة عبر مدينة العباس وكذلك عبر مختلف الدوائر بالتنسيق مع المصالح المختصة على غير المصالح التجارة بحيث تم مراقبة أكثر من 607 محل تجاري تم على إثرها تحرير 129 مخالفة و83 إعذار كتابي ضد عدد من أصحاب المحلات التجارية ناهيك عن تحرير 46 تقرير انتظر من اقتلاع خلق من هذه المحلات أرسلت إلى المصالح المختصة. أما خلال رمضان السنة المنصرمة تم مراقبة 549 محل تجاري وحرر 76 مخالفة لهذا الإطار. أهم المخالفات التي تم تسجيلها من طرف مصالحنا أولا يتعلق بعرض وبيع السلع خارج المحل التجاري، عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري، تثبيت الكاميرا بالرخصة، انعدام السجل التجاري، مخالفة النشاط التجاري وانعدام رخصة الاستقبال. تجد الإشارة أن المصالح هنا سخرت قوات مختصة مهمتها كذلك مراقبة لجميع الفنادق والمناطق المتواجدة عبر أقليم المدينة. أول والأخير متعلق بالشرطة الجوية. الشرطة الجوية في هذا الإطار قسمنا من نشاطاتنا وحملاتنا التحسيسية التوعوية من مختلف آفات اجتماعية أخرى حول السلامة المرورية تنظيم مائدة الإفطار الجماعي خلال شهر رمضان تعليم لفائز مستعمل الطرقات عند وقت الإفطار تحت شعار أفطر معنا وسر في أمان والتي كان لها صدى خاص لدى أوساط المواطنين حيث استفاد منها 400 مستعمل الطرقات مستحسنين هذه المبادرة الهادفة للحد من حوادث المرور التي غالبا ما كانت تشهد ارتفاعا قرب موعد الإفطار خلال شهر رمضان حيث لم نسجل هذه السنة أي حادث من هذا النوع. كذلك تقاسم وجبة الإفطار مع أشخاص مسنين بدار العجزة للاحتفال باليوم العالمي للطفولة ويوم الطفل الإفريقي المصادفين على التوالي 1 و16 من شهر جوان 2018. المشاركة في الأحداث الجوالية مع فعاليات المجتمع المدني زيارات ميدانية لفائدة الأطفال في المستشفيات تنظيم أبواب مفتوحة على مصالح الأمن الوطني حملات تحسيسية على مستوى مراكز الترفيه المنسية كذلك حملات تحسيسية للوقاية المرورية على مستوى الحوز والسدود الأمنية تنظيم دورات رياضية في مختلف الرياضات مع جمعيات المجتمع المدني. هذا كما تم في نفس السياق القيام بعدة حملات تحسيسية وتوعوية لمختلف الآفات الاجتماعية وهذا عبر مختلف دوائر مدينة العباس ناهيك عن القيام بنشاطات تحسيسية بالتنسيق والشراكة مع مختلف فعاليات المجتمع المدني سواء في مجال السلامة المرورية أو التوعية لمختلف الآفات الاجتماعية. فيما يتعلق بالنشاطات الوقائية والمبادرات التضامنية التي قامت بها مصالحنا خلال الشهر زيارة
تضامنيا للمرضى بالمستشفى الجامعي الدكتور عبد القادر الحسني في اطار احتفال يوم العالم الطفوله مصادف 21 كل سنه باضت المصارف تقديم زياره لمصلحه الاطفال. تم تقديم الهدايا الرمزيه على رسالتهم التي تركت في نفسيتهم اثرا ايجابيا كبيرا وافرادنا وجبه الافطار مع هؤلاء بحضور عدد من اطاراتنا الرتباء والاوائل. نرجو ان يشاركوا اجواء شهر رمضان يدخلون عليهم من الفرحه والسرور حيث ذهبت افراد على تقديم هذه المبادره الانسانيه على مدار السنه على غرار عيادتي بالمرضى زيارتي للمرضى بالمستشفيات ودور الطفول للمسافه وزياره الاشخاص المسلمين وكذلك البرنامج المسطر على مدار السنه. تقديم ختام جماعي لفائده ابناء موظفينا من حيث هي عمليه القدر المباركه نظمت مصالحنا حفل ختام جمعيه بالاشراف على ختام 27 طفل من ابناء موظفي الشرطه وهي مبادره ادخال الباشا السرور في نفسيه عائلتهم. احتفال باليوم العالمي للطفوله في هذا الاطار بادرت مصالحنا بتنظيم ابواب مفتوحه على براهم الحشاب الاسلاميه وتنظيم كذلك حاضره التربيه المروريه لفائده هؤلاء وهي مبادره في نفس نظره عميقه نورت استحساس كبير من لدن عائلتهم. زيارة المرضى المسلمين المتقاعدين بمناسبة عيد الفطر. بهذه المناسبة كذلك نقلنا زيارات لفئة الأطفال في المستشفيات ودار الأشخاص المسلمين كذلك مركز الطفولة المسعفة. خلال هذا الشهر شهر رمضان 2013 وصلنا مع إحصائيات تاع شهر رمضان 2017 إلى هذه الحقيقة يعني سونسي دالي سور ليجيب وندون كاع الزملاء يشاطروني افيكتيمون يا اون سيكوريتي طوغا في هاد المون دا اون افو ا دي زورتا دي بريزون دي فامي كي سيركول ليبرومون يعني صراحة حضرات بور لا بروميير فوا جو بونس كو هاد رمضان فات فريمون الحمد لله يا ربي اون اوري سويتي دايوغ que ce soit accompagné par une animation culturelle, bon, mais ça c'est un autre débat, mais toujours est-il que je crois qu'on peut le faire, et une petite observation là, après par exemple le tramway, c'est-à-dire malgré la présence des policiers rouges, là je vois dire par exemple, oui, avec des motos et qu'on a dit la piste. Donc, Madame, tu crois que sur les habits, sur le rajet, et tout. Enfin, qui prenait le foyer d'année, j'étais supplié par l'aménagement qui a été effectué. Donc, ça prouve qu'il y a un souci pour améliorer les conditions de travail dans le policier. Donc, tu as fait un choc à vous dire, et tu as fait un peu de temps. Je crois. Mais je crois que عسل خليط سي العباس حنا عندنا شغل برنامج ومخطط عمل امني خاص خلال شهر رمضان افراد كانوا هنا يبدلوا مجهودات اكثر مقارنه مع الاشهر الاخرى بحيث ما سجلنا خلال رمضان 2018 ملي نسبه الاجرام كانت ناقصه على السنه الماضيه هذه من خلال ارقام سجلناها وهذا بعد ما درسنا كل سنه كما قال لك بالتفصيل وخطه عمل في الميدان والحمد لله السنه كان عندها في الثمار تاعها. نعطيكم على سبيل المثال الاسبوع الاول سجلنا عبر مدينه السيد العباس بكاملها ست قضايا تاع سرقات وهذه القضايا ليست السرقات الكبيره او الخطيره. في الاسبوع الثاني سجلنا 9 قضايا. في الأسبوع الثالث سجلنا زادت لنا شوية في العدد 13 قضية. وفي الأسبوع الأخير ولينا للعدد الأول تاع الأسبوع الأول. كي تشوف ولاية بحجم سيدي العباس ولا مدينة بحجم سيدي العباس وتسجل فيها خلال 8 أيام 6 قضايا الحمد لله كما قال لك الأفراد تاعنا المخطط تاعنا راه ثبت وبين الفعالية تاع افراد التوالي في الميدان وهذا من خلال وضعيات ظاهره
عن طريق المركبات دورية راجلة سواء بالزي الرسمي أو بالزي المدني، وهذا في أوقات مختلفة في أماكن اللي تعرف توافد كبير المواطنين. هذا اللي خلانا الحمد لله نسجلوا أقل عدد من القضايا على مستوى المصالح الدولية، وهذا بفضل المجهودات تاع أفراد الدولة وكذلك بفضل مساعدة المواطن في بعض القضايا وين كان له دور إيجابي في حل بعض القضايا اللي سجلناها خلال شهر رمضان الكريم للسنة المصاحبة. المشاجرة السرقات بالعنف الحمد لله فني ما كانتش عندنا قضايا، كانت عندنا السرقات بالنشل في بعض الأسواق، المواطن خاطرش دي فوا يتفطم كيما قال لك في وقت ديجا يكون الفعل ثقب، وهذا يبين بلي هؤلاء المجرمين ما كانوش صايبين الوقت وما كانوش صايبين الظروف باش يرتكبوا جرائم كيما قال لك بطريقة عادية، وهذه تدخل في المهام تاعنا والحمد لله هذا الدور تاعنا اللي لازم نقوموا به في إطار حماية الأمن أو في حماية المواطن في شخصه وممتلكاته. أفضل عليكم. Je vous remercie pour cette conférence détaillée. On aimerait bien savoir si vous avez un programme ou un plan de sécurité concernant la saison estivale ainsi des plantes. سي دا المحترمة، حنا كي خرجنا من شهر رمضان درنا كذلك مخطط أمني من هذا الشهرين دي موا لي دي جور، صافي حوالي 70 يوم 60 دي جور، يعني تاع الصيف موعد الأسبوع تاع العيد هذا، فهني رانا درنا خطة نتعامل رانا بدينا نطبقوا فيها هذه كارونت ميتال ثاني، ورعينا الظروف والمعطيات الميدانيه خلال هذا الشهر او الاشهر تاع الصيف. كون كيما قلت نرصدوا هذا الاشكال المطروح في الميدان، ونتمنى ان شاء الله كيما نقول لك تكون عندنا نتائج ايجابيه بحول الله خلال هذه المده تاع دي موا دي جو 60 دي جو 70. نشكركم على هذه الدعوة يعني حقيقة السيد رئيس الأمن الولايي يعني شيء نزيد أن ننوه به يعني أن يعني كذلك أن خلال هذا شهر رمضان يعني لاحظنا يعني أن مدينة سيدي العباس بالأخص يعني كانت مؤمنة جدا إلى درجة أننا يعني لاحظنا أن يعني النساء والبنات يعني يجولن يعني في إلى آخر ساعة من الليل أو الصباح يعني بدون حاجة واحدة، يعني الشيء اللي يعني لاحظنا كذلك هو يعني لابسونس دو فيديتي تاع الترافيك الروسي، في النهار يعني الاختبار تاع الحركة المرورية يعني شيء، وكذلك الستاسيونمون يعني عبر حنا جينا نطيب تيب الاسواق في اماكن معينه، وكاش اسواق نقولوا متوزعه غرابه كيما قلت المسجد الروماني على سبيل المثال، حنا بالعباس الكارتي تاع الكراب، سي لا بوبول كيما قالت السكان تاع المدينه حوالي ربما 70% يتوجهوا للمهنه أبري 70%، على هذا الأساس حنا واضحين أفراد تاوعنا في الميدان، ولكن ما عندكش حلول، ما عندكش حلول في الميدان مادام أن نسبة توافد المركبات ومن خلالها الأشخاص عبر هذه الأسواق لقضاء حاجاتهم من الصبيحة إلى الأمسية حوالي 3.5 إلى 4 بلاصة تنقص الحركة، ما عندناش كيما قال لك سوليسيون سوف التواجد تاع افراد تاوعنا في الشوارع الرئيسيه. حنا راهي مدروسه، حنا عندنا لو سونتر فيل لو سيت تاع تروازيام سيت، وعندنا لو سيت تاع الكابه السيت تاع لا بروميير سيت، عندنا برسك دو كارتي اللي يشهدوا حركه كبيره في النهار وهذا وفي الليل، يعني سجلنا في الليل في السونتر فيل مع الكابه ولا في دو سيمانز زياده، فاني درنا لهم اجراءات وزدنا دعمنا الاماكن هذه في الليل
وزدنا زدنا ساعات العمل للافراد تاعنا باسكو معروفين للمواطنين تاعنا في الليل في ديك الجمال يغدو يتسالوا بعض الملابس على يد وكذا وكذا. اذا حسب المعطيات رانا معاهم في الميدان ولكن ما كانش نسوي شون بهاد الحاجه ما تمش السيركيلاسيون سي امبوسيبل سي امبوسيبل. الغلابه هادي بالعكس اول حاجه اللي ركزنا عليها هي لي ستاسيون اول حاجه هذه التجاره كما قلتوا العشريه والفوضويه والناس اللي حطوا في التروطوار يدخل المواطن الراجل يقول يمشي في التروطوار يمشي في الطريق وبالتالي ستاسيون تاع الناس اللي تجي ستاسيون في الماء يعرض الحركه كما قلت بزاف العوامل اللي تساهم بالحركه تكون ثقيله ولكن بالرغم انه وقفنا عليها وعرفنا الاسباب هو عاجل المشكل تاع ستاسيون داخل الحياة هذه بالامكانيات المعروفه عاجل كذلك مشاكل هذه التجاره البشريه اللي رانا سخرنا شحال من فرد حوالي بالك 50 فرد هذا مختص برك محاربه التجاره غير الشرعيه اللي عرفنا بلي غدوه كي اوكيبي التريطوار المواطن الراجل اوتوماتيكمون يمشي في الطريق يعاقب هذه الحركه تاع السائقين اضافه الى ذلك وزع الافراد تاعنا بكل عقلانيه ودراسه عبر المحيط اتحاد الاحياء حتى نسهلوا على المواطن هذه الاجراءات صفة عامة اللي دخلناها خلال الشهر اللي هي كما قلت لك كل عام تكون هناك معطيات ولكن توجور البروبليم هو باين اسوء ما عرفش الحل كاع الناس اللي كوشوا من البوبيلاسيون دور في هذا الامر ما كانش كما قلت لك منتشرة على ديار الدور السلام عليكم الحمد لله تفضل سيد الحسن الولاية يعني إذا أمكن تعطينا أهم الجرائم اللي لفتت الانتباه هذه الأشهر الأخيرة يعني جرائم أو أحداث يعني خاصة بكم تقدر تعطينا تفاصيل عنها. شكرا. لا شوف حسب نتكلموا حسب المعطيات واش سجلنا ما عندناش أخ المحترم قضايا ذات كما قلت لك ذات أهمية سجلناها تسريقات ولا كما قال لك كانوا ضحايا لمبلغ مالي محتبر او لبعض قال مثلا متعلق بالمجوهرات اللي تكلم على تعامل الممتلكات ما سجلناش قضيه كبيره لتلفت الانتباه ونتقدم بسرقات بسيطه سرقات عاديه في جريمه بسيطه بالنسبه للجرائم تاع الضرب والجرح وجرائم القتل ولا الحمد لله بحكم التواجد تاعنا بحكم الدراسة ومعرفتنا الميزان جيدا الحمد لله ما سجلناش قضايا عادية على سي بي في اللي هي لا غير باقي في المدن الجزائرية تسجل عادة ما عندناش حاجة اللي هي تلفت الانتباه أو حاجة اللي هي أو فيما يتعلق بالمساس بالأخلاق أو بالأشخاص أو بالممتلكات ما عندناش حاجة اللي هي تلفتنا الانتباه ولا كان عندها كما قال لك قد عندنا جريمة بركة العام السنة الماضية المسلمة صارمة اللي سجلناها في شهر نوفمبر جريمة هذيك قضية شوية قضية مهمة اللي كانت واحد المركبة استعملوا جا واحد زوج عجونات استدرجوا صاحب الشاحنة هذه اللي كانت متوقفة على كمال كابو على أساس أنه نقل لهم بعض مواد البناء واذا بهذا هؤلاء الجنات تعداوا على صاحب الشاحنه هذه في ضواحي زروعله وتمكنوا من سرقه الشاحنه وارتكبوا جريمه قتل في حق الضحيه المرحوم مؤخرا حوالي شهر تمكننا من تحديد هويه هذا الشخص اللي هو موش من مقيم برلين اختصاصيه اقليم ولا كثير ضواحي وظهر متعاون الديانات حددنا الهوية تاعه تعرفنا المكان تاع الإقامة تاعه وحاليا مسجل في حال فرار هو معروف كذلك عنده أوامر بالقبض في هذا الشأن هذه القضية اللي كان عندها أهمية والحمد لله بفعل التحريات المعمقة تمكننا من تحديد بالرغم من أنه هذا الشخص سبق وين دار جرائم عبر ولايات الغرب ولكن كنا احنا الحمد لله مصلحة هنا بفعل الجدية والتحريات المعمقة حددنا الهوية تاعه وحددنا المكان تاع الإقامة تاعه
وحاليا مسجل في هذه الفرقه. شكرا. الله يعطيك مبروك، كل عام وانتم بخير. في اطار التطور العلمي هناك فيه ربما استخدام الكاميرات للمراقبه على مستوى الوطن وعلى مستوى الولايات خصوصا. اي وصلت لدي السي العباس من هذه العمليه؟ الكاميرا موافق. احنا المشكل البروبليم بموش احنا المدير العام، احنا نشوفوا العمليه، احنا المستغلين المؤطرين لهذه العمليه. الدراسات انتهت بزاف العامل نتاعها، ولكن المشكله مطروح حاليا على مستوى سي العباس، لان الوالي السابق راه غادي يكون حطاب ولا عطانا واحد المكان، ولكن بحلول الوالي الحالي مازال ما تمكناش ما يعطينا المقر من اجل بدايه النشاط اللي هو المقر هو الاساس. مؤخرا درنا المشروع على واحد التيران في قطاع واحد، ورانا في انتظار السلطات المحليه الاساسيه للوالي هو اللي دعمنا في هذا المجال. مازال ما قعدناش في تدشين هذا المقر مقارنة مع العمل الاخر. رانا كما قال لك انا قايمين به على المستوى اللي يهمنا احنا كمدير عام الوطني، الامور اللي تهمنا حنايا رانا كما قال لك قمنا بالعمل تاعنا، عطيناها الدراسات الاحتياجات، تبقى السلطات المعنيه الاخرى هي اللي نتطلعوا فيها ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله كما قال لك في القريب العاجل نستفادوا من les programmes, je pense qu'il y a un programme de démarrage, je pense qu'il y a un peu de programme. Il y a un programme qui est super bien, il y a un programme qui est un programme. Mais il y a un programme qui est un programme qui est un programme. هل يعني الاماكن ولا يعني كلش؟ ما هي الاماكن؟ فيها دراسه، فيها اماكن، عدد الكاميرات كلش. عدد الكاميرات؟ المهم عدد كبير. نتمنى ان شاء الله يتحقق برك. غادي يتحقق وافو جاي تشوف برك. تشوف الكاميرات. هذه السنه هل كان هناك طريقه اختطاف اطفال على غرض يعني نقدروا نقولوا سياره نقدرش نقولوا ذلك كان بداية هذا الطفل يعني حول شهر من يعني وقوع هذيك الحادثة، هل من تفاصيل جديدة؟ ما كانش ما عندناش قضايا سوبرانية تاع بن باديس، خاصة إدارة بن باديس مسجلة في القضايا، اللي كانوا قضايا كما قلت شوية كان عندهم واحد الصدع سلبي، رأيت الآن جرائم صح جرائم كما ناس الحمد لله وفي تراقي وتحريات مكنتنا من تحديد الهوية وتفكير هؤلاء تقديمهم أمام العدالة في الجنايات. بالنسبة للقضايا في الإطار مع الناس مؤخرا هذه القضية، ولكن جاني هذا وشهادة فيها أنه يخطف الطفل هذا، ولكن هذا كان سرقة السيارة مع الناس دي فواي دي فوا المواطن يجي يصرح لأنه كذا وكذا، ولكن كي تباشر التحقيق تبين بلي أن الابن تاعها ولا الطفل ولا طفل ولا راحت ربما عند زميلتها ولا راحت عند يعني اقارب في ولايه اخرى، ومن بعد يتضح من خلال التحقيق ان ليس له علاقه بما يعرف بالاختطاف. ان فيما يتعلق بالعمران محافظه العمران تعطيك الارقام المبيله، المصالح تاعو هنا الحمد لله واقفه 100، ولكن مانيش وحدنا في القرار. حنا السلطات المحلية وأساسية الوالي يخطر دوريا بالمخالفات اللي ترفع، ولكن رانا سجلنا مؤخرا على سبيل المثال حي تاع لازاري هذاك، كاين هناك بعض الأشخاص اللي بداو يبنوا في هذاك البناء الفوق، ولكن الشيء اللي راهو في الميدان السلطات المحلية ولا هي صافي تبقى من اختصاص السيد الوالي. الحمد لله صافي نقارن روحنا بعض الولايات الاخرى، انا الحمد لله ربي الحمد لله راه مشكور لروشيا واش كاين فيه فما حاول قريب 300 بين بوغامي، ولكن حنا الفرقه تاعنا شتو العمران قايم بالضبط تاعها كاملين، ولكن الصلاحيات والمسؤوليه ماشي على عاتق الامن الوطني، ولكن كاين جهات اخرى اللي لازم لها تتدخل في الوقت المناسب، باسكو
مؤخرا لنا درنا تقرير مزين بالصور كما يتعلق بالبناء الفضائي على مستوى الحي، واخترنا به السلطات المحليه زعما سي الوالي اللي هما لازم يتصرفوا مباشره بهذا الاطار. مشكور زعما كيفهم عندنا جرائم بصح ماشي بحجم شي بحجم كبير، ولا كاين قضايات عن الجرائم السيبرانيه تعويم على المسافه حرية الأشخاص، ولكن العدد قليل. كان قانون روحنا ربما ولايات أخرى ما هناش واحد العدد الكبير على ملفت الانتباه، قضية في الشهر ولا ماكسيموم ما هناش عدد. حضارة سير مايو دو بوتيت اتونسيون لسيفي سيكيريتي تاعنا تريك سيلي كي في انجل لي بيرو تاع ويستان هذاك اذا نعطي بلو دو سان كافيريش على بال سادير حي البطل. هما المشكل فما شوف واحد الشيء، هما البروبليم شوف سخنا في الماء سكون درسنا النقطة هذه مؤخرا سيكات كرواتيان عريت لي وحدين من عمارة كنتو في الصورة اللي كانوا يوقفوا ما كانوش وحدين من منطقتهم ولاد الكارتيان، باسكو النهار الأول كانوا يسرقونا في الماء من هذيك تلك الخربوط، كانوا وحدين بلوف في الماء تاع ليبري عريتني راهم بانوا ثانيين منهم. من بعد ظهر لنا واحد الجروب من عمارة وان جروب من عند كيما راه شكل حي الحرية، عندنا زوج راه ايدونتيفي مازال هابين، بصح جاونا كاع وحدين خارج لافي، مي رانا ندير حساب في المسؤول على بالي في مثلا ندير واليد فيلا شوية منطقة ما ماشي منطقة مسؤولة، ولكن ما هذه هي مسؤولة على هذا المجرم ولا ما غاديش يكون في بولفار كبير ولا وين الناس تشوف ولا حاجة غادي يتفادى حتى التيمونياج ولا ولا كان ساق في بولفار يساق في الوقع تاع ماشي في الوقت العادي. فيما يخص الجرائم الاقتصادية يعني ما كثير مش يعني على غرار يعني الكوميتي دفاع تاع لابيسيتي ديال العباس هل هناك برشا تحقيقات؟ لا عندنا شي محمد عندنا تحقيقات مصالح البلدية عندنا تحقيقات، ولكن التحقيق هذا شوية يدي وقت والمشاكل تاع الوثائق المحاسبات هي سابرون دي مي عندنا في بعض المراكز العمومية عندنا كما مثلا الحديقة هذه اللي راه العام الخاص اللي بها الملف هذاك حاليا على مستوى العالم، احنا انتهينا من الملف هذاك وضعنا قسم التسيير الجمهورية وعلى ما أظن راه هو حال الملف عن السير قاضي دايركم بعض الموظفين السابقين ولا الحاليين اللي كانوا محل بعض الأوامر من القضاء المتعلق بمنع التراث والتراث. ممكن كاين ممكن تمشي بصح في الطلبة محل الوقت ماشي سهل باسكو لي زافير هادو شويه صافي ماشي هادي فوا صافي ماشي فوا ماشي سي نورمال انا لا بيجي عندنا المشاكل مي باشي. حضرة السلام عليكم عيد مبروك العام على الله بخير. حضرة الكونس نقول كيفون في سيكوريتي تاع لا سيزون استيفال لا كيستيون لو فينومين كي افي بوليتيك لا ديزانيير سوجي دو لا دينيا دي زونفون دون لي dans les bazars. C'est vrai que c'est une responsabilité de tout le monde, mais qu'est-ce que vous avez prévu pour éradiquer ce phénomène ou du moins atténuer un peu ce problème? بعد نمنعو ظاهرة ولا حاجة ماهيش تاع باهي توقف لها في الطريق ولا هو مشكل صافي السلوك تاع الأطفال ماهوش الحل تاع الحل الغذائي، هذي قضية فاني شوية تحسيس تاع العائلات ربما عن طريق الإذاعة بين وسائل أخرى اللي تساهم في هذا المجال، بس الناس اللي يخلوا ولادهم وبهذاك السن يتردوا لهذيك الأماكن يحتمل بلي يكون عرضة لخطر. ولكن الافراد تاعنا ما يخفيش هذا الدور تاعنا سي نورمال هنا في التيران
رانا نشوفو ولكن كاين جهات اخرى ثاني لازم تساهم معنا فيها المجال. N'est-il pas possible de prévoir des points de situation Donc, Ou alors...